نصيحته لياسر انه تنزل تشتغل اي حاجه موجوده قدامك، اي حاجه هتاخد منها اكسبيرينس او هتاخد منها انكم، انت بتطور من نفسك. واهم شيء الثقه، الثقه بالنفس هي اللي بتساعدك. يعني وقت تحس حالك انه انت مستحي ولا ما بقدر اعمل هيك ويمكن انا ما اكون قد للشغله، نو الثقة هي بتساعدك كتير تقدم مراتب، صح؟ في حاجة برضو تانية عشان ما ننساهاش، في انت برضو الناس اللي هي بتكون لسه خلصت جامعة، انا عارف اللي في ناس عارفة عيني شغل بتشتغل من صغرها، بس خلينا نتكلم على الناس التانية. انت لازم يكون عندك انضباط، يعني فكرة اللي انت هتشتغل، يعني انت كنت عايش حياة مثلا في الجامعة بتروح مع اصحابك بتخلص الجامعة بترجع بتعمل اكتيفيتي، لا في حاجة اسمها انضباط الشغل. أيوة. ده اللي هيعلمك اللي انت تقدر تشتغل. طيب. دي اهم حاجة. ياسر سؤال سريع بكلمة جاوبني، الشهادة أم الخبرة؟ الشهادة أم الخبرة؟ بالنسبة لي الاثنين. الاثنين، ما فيك تنقي واحدة؟ لا الاثنين، لأن أنت دلوقتي ما تيجي تتكلمي على دبي أنت لازم يكون معك شهادة. بيكملوا بعضهم. بيكملوا بعضهم. الخبرة ممكن تنفع في بعض البلاد، خلينا نتكلم حقيقي، وفي مجال الميديا خلينا نتكلم برضو في مجال الميديا ساعات الخبرة بتكسب، بس في الأول وفي الآخر السيستم اللي احنا عايشين فيه لازم يكون عندك شهادة.